باركوليا كسبت تحدي كرتونة رمضان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحلو الحديث والكلام. من قناة منوعات لينا كنرحب بكم وكنشارك معكم تحدي كرتونة رمضان أو كرتونة رمضان. سبق لي وحطيت فيديو حول تحضير أو تجهيز كرتونة رمضان، وسبق لي ذكرت بأنني أنا مشي أنا اللي عندي الميزانية ومشي أنا اللي عندي المصروف. المهم أنني حاولت ندير إنجاز وكسبت تحدي كرتونة رمضان. هانتوما الخوت والخواتات، كسبت تحدي كرتونة رمضان، هي على وشك النهاية. يعني حضرتها كلها، التحضير كله كاين، المواد الأساسية كلها. نتمنى يعجبكم لا فيديو، ديروا ليه لايك وتشاركوه في مواقع التواصل الاجتماعي مع الأهل والأحباب والأصدقاء حتى يستفيد الجميع أو تكون الاستفادة عامة، فالدال على الخير كفاعله. وإلا كنتو مهتمين غادي ندوزو مباشرة المشتريات اللي عندي اللي قسم الله، الحمد لله على ما قسم الله، واللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. أنا سعيدة وكنشارك معكم تحدي كرتونة رمضان اللي كسبته، ماشي تماما ولكن المواد الأساسية تقريبا كلها كاينة. غادي نبدأ بسم الله بالزيت، 5 لتر لرمضان إن شاء الله، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. بالنسبة اللي كيقول لي ما عرفناش امتى واش غنتصرفوا عليهم، واش غناكلوا هاد المواد ولا لا، ولا غير نحطوها نكدسوها ونخليوها؟ جوابي هو لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. الا كان كتبها لنا الله غادي نتصرفوا عليها وناكلوهم، غادي ناكلوهم. ما كانتش اللي مكتب ليه الله غادي ياكلها، واخا يكون شي حد اخر ما شاريها ما والو، رزقه لان الله هو الرزاق. الزيت 5 لتر من هذا ماشي اشهار، المهم لقيت هذه راني شريتها، خديتها بتقريبا 90 درهم، 89.90 من مرجان ماركت. هذه خديتها من المصروف، مع يعني طرفتها على جنب، حطيتها على جنب، باكيه اتاي ما عرفتش شحال فيها، غادي نوريكم شحال فيها ديال الوزن. فيها 500 غرام، اي نص كيلو، ومازال عندي سبق ليا واحد الباكيه الصغيره كنت فاتحاها. ها هي ما كاملاش، هذه باقا ما مفتوحاش، ولكن هذه مفتوحه واخدين منها شي حاجه. المهم هذه ماشي مع هادو، هذه الكماله غادي نخليها هنا. عندي جوج قوالب ديال السكر، عندي هاد الخمارات او خميره الحلويات، هاد الربعه هادو هاد الجوج غادي نخليهم على جنب الاستعمالات، وهادو غادي نخليهم لكرتونه رمضان باذن الله، كل شيء باذن الله. غير من الساعه من بعد ما عرفناش الله اشنو مكتب لينا. عندي الزبيب، عندي الزبيب هذا حتى هو غنخليه لكرتونات رمضان. عندي التمر هذا السكري، انا نص كيلو كنت واخده ديجا نص كيلو ولكن كليناه، وهذا هاد التمر هذا لقيته رخيص، لقيته ب10 دراهم للكيلو، كنت خديت هذا كيلو، هذا نص كيلو، هذا نص كيلو، هذا نوع وهذا نوع ولكن نفس الثمن 10 دراهم. هذا كيلو، هذا ما غنخليش كرتونة رمضان، هذا بغنصوب به السكر البني. وغادي نشارك معكم الوصفة في قناتي ليناتيوب، لأن منوعات لينا مابقاش كدير وصفات طبخ. غادي نرد هادو هكا،
هادو ديال كرتونه رمضان، هادو غادي نحطهم هنا، يعني هذاك الشيء ديال كرتونه رمضان هما، وهادو وهادو وهذا للامانه غادي نحطه في الثلاجه لانه معسل باش يصبر ليا حتى رمضان ما يخسرش. باقي دابا شهرين رمضان باذن الله، غادي نحطه في الثلاجه باش ما يفسدش، لانه غالي شويه 30 درهم للكيلو، انا واخده غير نص كيلو دابا. هادو غادي نكحزهم هنا ولا غادي نديرهم في كرتون رمضان، هادو غنديرهم على جنب. هادي الشعرية الصفة، هادي ما شريتهاش كرتونة رمضان، شريتها الاستعمالات لا تكون عندنا شي عراضة ولا ملي كانت الشهة والصفة خصنا نديروها. كيلو بعشرين درهم، هذا كيلو، هذا هاهو ان كيلوغرام. هادو حيت هذا وهذا ثقيل على الكرتونه، ما غاديش نقدر نهزها الا حطيته فيها هو السكر، غادي نخليهم حتى نحطها في المكان ديال عاد نحطهم فيها. هادو مشترياتي، هنا كيكون سالا لا فيديو، انتهى الفيديو. نتمنى نكون قدرت وصلت لكم الفكره انه رغم ما يكونش عندك الميزانيه تقدر تحضر كرتونه رمضان نقطه نقطه حتى يحمل الواد، يعني غير تبدا بكري راك غادي تقدر تكسب تحدي كرتونه رمضان. أحبكم في الله جميعا، كل من يعرف منوعات لينا وكل من يشجعها وكل من يساندها. أضرب لكم موعد في الفيديو المقبل مع فكرة أخرى، إلى اللقاء.